الله تعالى أتى بالمدحة بعد المحنة. لقد قُهر الحبيب صلى الله عليه وسلم من صناديق قريش بالتعذيب وبنسح التراب عليه وبالتوبيخ وبالاتهام بالباطل بأنه ساحر أو شاعر أو مجنون. اتهموه بأبشع الصفات وصنعوا معه ما كل ما قيل عن الأذى، حتى أنهم خنقوه حتى جثى على ركبتيه وكاد أن يموت. كل ما يخطر على بال الأمة صنع في الحبيب صلى الله عليه وسلم. حبس 3 سنوات هو وقومه عندما جاء أبو جهل ومن معه من صناديق قريش، وقالوا لأبو طالب: إما أن تعطينا محمدا نقتله، وإما نقاطعكم، لا طاقة لنا بكم ولا طاقة لكم بنا، لا تتزوجون منا ولا نتزوج منكم، ولا تآكلون ولا تشاربون ولا تتاجروا في تجارتنا. فأخذ أبو طالب أهله وذهبوا إلى شعب سمي بشعب أبي طالب، ومكثوا فيه 3 سنوات وهو بمثابة في هذه الأيام السجن. سجنوا 3 سنوات بعيدا عن مكة، لم يؤكلوهم ولم يشربوهم ولم ينادحوهم ولم يبتاعوا ولم يشتروا. وجلس أهل الحبيب صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم في شعب أبي طالب لمدة 3 سنوات، بما فيهم السيدة خديجة وبناتها وكل أهل النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا 3 سنوات، حتى قيل بأنهم من الجوع أكلوا ورق الأشجار. محبوسين 3 سنين محبوسين. والسيدة خديجة سيدة نساء عصرها وسيدة نساء أهل الجنة، كانت مع هذا الشعب المحاصر محاصرين لمدة 3 سنوات. ومن الذي يحاصرهم؟ الكفر والشرك كأيامنا هذه. ترى المشركين والكافرين والذين لا ينتمون للإسلام يحاصرون المسلمين. بأي ذنب؟ بذنب أنهم لم يطيعوه، لم يسيروا في ركبه، لم يسيروا معه في الغد، لم يكونوا معه في قراراته. فما يكون من هذه الدول الكافرة الماجنة إلا أنها تفرض حصارا على المسلمين. لازم يجوع المسلمين، لازم يخلوهم يركعوا، لازم يخلي المسلمين يمشوا في طوعهم، واللي مش هيمشي في طوعهم لا هيوقف الرئاسة ولا هيبقى أقل شيء هيبهدلوا البلد بتاعته. أقل حاجة ومش هيسموه في حاجة ولا هيسموه ولا في حاجة، لأنه مش على الحق. وده حاصل مع الدول العربية اللي وقفت تجارة الذهب، وأول دولة وقفت تجارة الذهب هي مصر، وده اللي حاصل مع مصر النهارده. كله بيحارب فيها. 192 دولة، مفيش دولة واحدة بس مخلصة من القلب ليها، مفيش دولة ليها قلب مخلص لمصر. بتدافع عن 22 دولة عربية، عن أكثر من 200 مليون عربي، ومع ذلك فيهم خبر كتير. أهم حاجة إبراق الدم المصري. بإيد مين دي مش مشكلة. بإيد ولادهم مش بإيد ولادهم، المهم الكفر بيفرض نصارى على الحق. ودي من زمان مش من النهاردة. واللي بيساعدهم مين؟ إخوانهم برضه المسلمين والعرب، هم اللي بيساعدوا دول الكفر على فرض الحصار على اخوانهم. انما لما تيجي دوله وتقول لك افرض الحصار على مصر، الرسول الدول العربيه تقول لها احنا مالنا ومالك، انت افرض انت، لكن احنا ومصر لنا حبايب. هنفرض حصار على لبنان، افرض انت، لكن باقي الدول العربيه تيجي بجنب لبنان مثلا. انما هنفرض حصار، تقول لي دوله عابره، تقول لك نفرض حصار على مصر، الكل يقف معاها هي ويسيب مصر. ودي عاده، عاد يا ريت العرب يخلي بالهم. وكنت يوم